خلينا نشوف دلوقتي ازاي نقدر نستخدم بيمر عشان نعمل برزنتيشن. اول حاجة انا عملت فولدر هيكون التوبيك بتاع البرزنتيشن بتاعنا هو عن داتا مايننج various introduction to several topics. فخلينا اول نبتدي نعمل البروجكت بتاعنا. اول حاجة انا عملت فولدر، جوه الفولدر ده هعمل كرييشن ل المين تكست فايل بتاعنا، هنكتب فيه الكونتنت وهفتحه باستخدام my favorite IDE و visual code. فادي المين دوت تكس. اول حاجة هبتدي احددها هو ال document class. فادي document class والله ال class بتاعتي هي beamer class. الله begin ال document كده. انا عملت document اللي انا عملت declaration document اللي انا عايز استخدمه او عايز اعمله. احدد الاوثر، وخلينا نعمل الاوثر هو خالد الوزان. وهضيف بالمره الايميل بتاع الاوثر في الاند نوت بتاعت السلايد، يكون هنا thanks، واكتب الايميل بتاعه خالد underscore الوزان at alex-sci.edu.eg. وزي ما تعودنا في ال goal environment ديت هكتب make title. وأقول بالمرة إن ال title بتاع ال document بتاعي هو introduction to artificial neural networks. Introduction to artificial neural networks and that's it. كل المفروض اعمله دلوقتي ان انا اعمل compilation للتكست للتكست فايل ده واشوف الريزلتنت بتاعته. بس وكل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل compilation. فالcompilation actually is quite easy. هدخل الاول على البلوك ان بتاع التكس اللي انا منزله في فيجوال كود. والله انا حابب اشوف الاوبشنز اللي موجوده عندي. واحده منهم هي ان انا اقدر اعمل فيوينج للريزلتنت بي دي اف فايل، يا اما اشوفه في تاب في الفي اس كود تاب جديده فيها البي دي اف ديسبلايد، او ان انا اشوفها في اكسترنال فيور او في الويب براوزر and so on. انا حابب اشوفها هنا، اعتقد هنا تبقى مور الابوريت اكتر، بدل ما اروح البراوزر وارجع تاني. لا within the same IDE. وكل اللي في الفيجوال كود المفروض اعمله عشان اعمل كومبايليشن البي دي اف فايل ده ان انا اعمل ادوس كنترول اس ويطلع الريزلت بتاعته في رايت هاند سايد. بعد ما اختار من البلاج ان اوبشنز انا حابب اشوف الريزلتنت بي دي اف في ايه بالظبط، بختار الكونتينر وابتدي على طول. انا دلوقتي حابب اعمل حاجتين زياده. اولهم ان انا احدد الانستتيوشن اللي انا تابع ليها. انا affiliate to some institution. فانت تقدم presentation انت بتكتب اسمك طبعا وتقول له ده انا تابع الجامعة الفلانية قسم الفلاني. فنقول له هنا institute department of mathematics and computer science faculty of science Andrea University. هعمل control S هعمل دي compilation وادي الaffiliation بتاعي فيها computer مفروض ان حرف lower case save and that's it. الحاجة التانية اللي كنت حابب اعملها ان انا اضيف theme للpresentation date. انا الديفولت theme ده مش عاجبني،
كل المفروض اعمله ان انا استخدم ال command use theme، اقول له ده انا هستخدم ال theme بتاع اللي اسمه وارسو، اعمل control s ابتدي يعرض لي الثيم بالمنظر ده. ده التايتل بتاع البرزنتيشن هيبقى باللون الفلاني، الفوتر هيبقى بالشكل ده، وهكذا. نيجي بقى للمين كونتنت بتاع البرزنتيشن ديت. اول حاجه حابين نعرفها ازاي اقدر اعمل فريم. اتس كوايت سيمبل اكشلي، في شورت كات ظريف جدا في الكود، في فيجوال كود. كل المفروض تعمله ان انت تدوس باكورد وتكتب باكورد سلاش وتكتب كلمه فريم، يقول لك بيعمل لك اوريدي البيجنينج والاند للانفايرمنت اللي اسمها فريم، اللي فيها بتعمل سلايد للبرزنتيشن بتاعتك، وبيحط وبتستخدم الكوماند فريم تايتل عشان تحدد التايتل بتاع الفريم ديت. فور اكزامبل ذس از ماي فيرست فريم، كنترول اس، it will build the PDF file and that's it. This is a new frame. طبعا انا ممكن اخد الكونتنت ده copy and paste. This is my second frame. Build and this is my second frame. خلينا نضيف bullets زي ما اخدنا في قبل كده. في طريقتين اقدر احط بيها الكونتنت بتاعتي. اولهم انا ممكن لو كانت الحاجة ديت ليها اوردر معين فممكن استخدم enumerate، فبستخدم environment enumerate وحدد ال items اللي انا عايزها. for example this is the first item، ناخدها copy and paste. this is the second، يعني هو كود فيجوال كود بيساعد على قد ما يقدر. فسيادتك لما تنزل لاين جديد بيحطلك ايتم جديدة، فهذه الاي تو ايتمز بتوعي. طب لو انا مش انموريت، لا انا عايز الاوردر هنا الريليفنت بالنسبة لي، فانا ممكن استخدم ايتمايز. and this is the result. دلوقتي احنا حابين نقسم ال حابين نقسم البرزنتيشن بتاعتنا لحتت، لسكشنز وسب سكشنز، حاجة زي كده. اقدر اعملها ازاي؟ زي ما كنا بنعمل في الدوكيمنتس العادية برضو هنعمل هنا. فلنفترض مثلا الفريم ديت انا هعملها كوبي اند بيست تاني، واقول ان اول تو فريمز دول تبع سكشن معين. اقول له هنا section، اقول له this is my first section. وبعد كده بعد ما التو سلايدز دول يخلصوا اقول له ان ديت section تاني، هعمل section تاني. this is my second section، هعمل control save. هنا واحدة من المميزات بتاعت ال visual code ان هو بيحط لك ال structure بتاع ال document بتاعك من ناحية الشمال من تحت في panel. فهنا this is my first frame، this is my second first frame as well. بس الاتنين دول تبع ال first section، هتلاقوا فوق خالص لو عملنا zoom هيحط لك هنا ال sections، ال current section، ال sections بتاعت ال presentation بتاعتك، وال current section تبقى highlighted. But this is my first section. ولو عملت scroll down down ادي الفريم بتاعت ال section التاني، هنلاقي ان ال section التاني is highlighted وال section الاولاني اي طبعا. ماشي. طب لو انا حابب اضيف sub sections لل sections اللي already موجودة عندنا، it's quite easy actually. كل المفروض تعمله سيادتك، خلينا نفترض ادي السكشن اللي انا فيه دلوقتي، ادي اول فريم فيه، اقول له في اول فريم ده يعتبر سب سكشن. اقول له هنا استخدم كوماند سب سكشن، اقول له this is my first سب سكشن. والفريم التاني قدرا كان سب سكشن جديد،
this is my second subsection. وطبعا الفريم الأخير خالص هو in a section of its own. فأنا سيفت وبصينا على الريزلت هنا هنلاقي إن في أول سلايد خالص هنلاقي this is my first section. أدي ال content بتاعها this is my first section, بس هنا فاتح في السكشن الأولاني this is my first subsection. وبيقول لي دي السلايد ديت في السبسكشن الأولاني من السكشن ده. أنا عملت سكرول أبص على الفريم التاني هلاقي ده الفريم التاني تبع السبسكشن التاني اللي تبع السكشن الأولاني. هنا اللي بيحصل هنا هنا مقسم الهيدر بتاع الفريم لحتتين. الحتة اللي ناحية الشمال هي indicator ل indicator للسكشنز, والهيدر الناحية اليمين هو انديكيتور للسب سيكشن. لما دخلت بقى على الفريم الأخيرة بما إنها هي الوحيدة اللي موجودة في السيكشن ومفيش أي سب سيكشنز في السيكشن اللي هي فيها, فأنا دخلت عليها على طول مفيش أي سب سيكشن في الرايت هاند سايد. طب لو أنا حابب أضيف, وده حاجة فيري انتوتيف جدا لو أنت بتعمل برزنتيشن, أنت بعد ما بتبتدي تعرف بنفسك والتوبيك اللي انت هتتكلم عنه وانت تبع مش عارف جامعة ايه affiliated to some institution, محتاج تقول للأودينس بتوعك انت هتتكلم عن ايه بالظبط. هتقول له المين اوتلاينز او التابل اوف كونتنت, فهيبقى في ديديكيتد فريم للتابل اوف كونتنت. نقول له هنا كل اللي المفروض نعمله ان احنا نعمل فريم جديد, وفي الفريم الجديد ده انا هقول له حط لي table of content واعمل save. already هنا اي showing me the table of content, وطبعا هي linked. لو سيادتك دوست على section او اي subsection من دول هيعمل لك ايه, هوديك ليه على طول. ماشي, بس طبعا هنا ممكن نضيف كمان for collaboration. هنا frame title table of content أو outlines. voilà. وطبعا سيادتك ممكن تستخدم ال regular commands وال environments اللي كنت سيادتك بتستخدمها في الكلاسز التانية زي article, books, thesis, reports and so on and so forth. for example أنا حابب في البرزنتيشن بتاعتي وأنا بشرح للناس حابب أقول لهم أي أعمل display ل equation of some kind, quantum equation. هنيجي نحط dummy content ده plug in موجود في visual code بيسمح لك إن أنت تحط dummy content من various resources for example Faust. نقول له هنا اي بعد ال sentence ديت بعد ال paragraph ده انا حابب احط equation. نقول له هنا begin equation وال equation بتاعتنا هي ال equation ديت that var phi angle equal that zero angle. save. ممكن يعمل compilation وديت الريزلت. طبعا بما اننا ما حطيناش الكلام ده ما حطيناش الكلام ده في فريم فهيظهر بالشكل ده الفريم this is some random equations نحط content save وهي تبقى will be displayed with elegance. وانا سيادتك ممكن تكمل بعد كده where in line equation is the initial state of our quantum system. طب لو سيادتك بقى حابب تعمل ترجع للايكويشن دي بعدين, فانت ممكن تحط لها ليبل زي ما كنا بنعمل قبل كده. نقول له اعمل الليبل ده. انا دايما بحط
abbreviation للليبلز، فنقول له عشان اعرف ان الليبل ده بتاع الايكويشن، فانا بحط كلمة equation colon واسميها اللي انا عايزه. دي حاجة انا متعود عليها عشان بتسهل الدنيا شوية اما الليبلز تزيد. نقول له هنا equation اسميها اي my equation. نقول له بقى هنا نبتدي باراجراف جديد في نفس الفريم، ان equation، وقول له هنا اي reference ال equation بتاعتي، فهنا هي my equation. There has been so and so. من بعد ما عملها compilation ادي ال equation بتاع سيادتك، وسيادتك لو دوست عليها المفروض هينقلك لل equation ديت على طول. فسيادتك لو كنت بما انك في نفس الفريم فانت مش هتروح بعيد، بس لو كان السطر ده في فريم تاني سيادتك اول ما تدوس عليه هينقلك للإيكويشن ديت.